نحكيو شوية على الترجي. يقولوا اللي كنت مدلل عند رئيس النادي حمدي المدب، مدلل عندك مكانة خاصة. مدلل الحقيقة سي حمدي مدللني. هو راهو سي حمدي معناها مش مدللني انا كهو، اما شفت الجماعه الكل براتيكمون كي يحكي معانا يقول راني انا ابوكم، معناها مانيش ما تحسبونيش رئيس نادي، يعني انا اخوكم الكبير، انا ابوكم نعاونكم في كل شيء، خاطر ما يجيش يحكي معك في كوره بركه سي حمدي، يحكي معك في مشاكلك على داركم على ش عندك مشاكل كذا، فهمتي؟ يحاول مش مع الناس الكل، معك انت بالذات عندك مكانه خاصه نعرف انا. وهي من بعديك تطورت ولات مكانه خاطر شنيا، خاطر الحقيقة عاقل ما عنديش زايد، نعطي كل ما عندي في التيران، هو كان يحبني خاطر ملي جيت ديريكت عطيت البلوس وماركيت، فهمت؟ وجبت ماتشوات، فهمت؟ كلي ديريكت معناها حابني كما قلت انت، دخلت القلب، فهمت؟ ولا يحبني برشا، من بعديك تبدلت العلاقة، ولا معناها مكانة خاصة كما نقولوا نحن. اما هو من الاول راهو الملاعبين الكل يجيبهم ولا في الاسبيرونس اللي يطلع ولا كذا راوي ما يفرقش هذا على هذا، فهمت؟ بعديك تدخل معناها كنتي تتبلبز واحد في التيران ولا تبلبز خارج برا من التيران، فهمت؟ سي نورمال باش يدوروا عليك العباد، ومعناها باش تولي عندك مشكله معاهم. اما كي تبدا كوريكت وتكور واحد راهو يحطوك في عينيها، معناها الاسبيرونس تحس روحك برانس، فهمت؟ ملي تدخل من باب البارك عباد لاهية بيك، لين تخرج في الشارع، في حتى كي نخرج لبرا معناها، حتى كي نمشي نسافر معناها عباد مكشخه تجي وتفرح بيك، واحد معناها جمعيه كبيره. حتى في الخروج ظهر لي عيط لك قبل ما تمشي للبيرو نتاعو وخذيت فلوسك الكل، معناتها مش ما اي لعبه، معناتها تصير معايا حاجات كما هكا. صحيح عيط لك للبيرو، رجعتني نهار الخروج راسي شوك. اسو بوان سايبه، فهمت؟ 8 سنين معناها واحد راهو البارك ولا كي دار، اللي عاديه في البارك اكثر من اللي واحد يعديه في داره. عائلتي حبوني برشا ونحبهم برشا الحقيقة، ملاعبية كمسؤولين كلي يخدموا في البارك، رئيس النادي الإدارة، فهمت؟ ناس كل معناها كانوا قراب لي برشا. نهار الخروج معناها كلمني سي رياض وقال لي راهو وقت أنا جيني لوفر قبل، فهمت؟ قبل ما توفى سيزون قال لي شامو مانيش باش نقفولك، كيما نقولوا مانيش باش نقفولك فيها الحكاية، برا ربي عينك واعمل بروجرام نهار باش نكرموك وتخرج معنا باب الكبير. حاسيلو عملوا بروجرام وقتها وتلم الملاعبية والمسؤولين والإطار الفني وكذا والانترنور وكذا، فهمت؟ وكرموني خرجت من الباب الكبير وقتها. شنو احساسك وقتها في النهار ذاك؟ ما نحبش اخر نهار ليك في البارك، ما نحبش نخمم فيه، فهمت؟ تحبش تسترجع؟ ما نحبش نخمم فيه خاطر برشا وجع، فهمت؟ خاصة انه انا خارج من الباب وصحابي يخزروا لي هكا، فهمت؟ هو وجع شمس خاطر تقول لي ما تستحقش تخرج، والا وجع على شنو بالضبط؟ ليه انا ما نحبش النهار اخر يقول لك وليت رزين على الاسبيرونس ولا خليت، حبيت نخرج من الباب الكبير، فهمت؟ خرجت وقتها دو شامبيونز ليغ وهزين شامبيونا والناس كل فرحان، فهمت؟ خرجت معناها اون بوتي، حبيت خليها كيكه، حبيت خليها تصغرلو بدموع. علاش تاع شنو الدموع؟ تذكرت كيفاش خارج وصحابي خزرولي، فهمت؟ كاو ما ديك كلمني سرياض قال لي راهو الرئيس حاجته بيك. مشيت للبيرو يعني قاعد حكي معايا وقال لي بون شونس الاكسبيريونس جديدة وكذا واحد ومزل تراك نجم تاعتي وكذا، حاسيلو نصحني وعمل لي شيك في فلوسي الكل، قال لي برا ربي معاك، فهمت؟ فما عباد قلقت منها خاصة اللي يقولوا شمسي زيه، معناتها مازال حتى في العمر ما زلت شمس، فما شكون حتى أكبر منك في الترجي معناها؟ مش قلق شو كيما العباد راهو كيما يغنيو باسمك كيما يشجعوا كيما يحكيوا عليك بالبيرة، فما باش تقبل لازمك تقبل، فهمت؟ كي باش يحكيوا عليك بالخايب يقول لك زيه واحد لازمك تقبلها، وانت ومخك من بعديك كان انت قوي في مخك باش تخدم وتوريهم اللي انت مازلت سينو، معناها بكرك باش تمشي في العافس كيما نقولوا نحن. يا اخي انا مش من العام الاخر ثم كي يصيروا ديزيشيك يبداو جمهور
ديفونس خايب باش يكون فيها ديفونس شامو كذا فهمت. وفي وين 8 سنين معناها قعدت برشا معناها لعبت تقلق في تونس صحيح صعيب تو باش تلقى جوار يعاد لك 8 سنين في الاسبيرونس معناها ما غير حد شايف فهمت ما تصيرلوش حتى وغالي بخلاف معز ما فما حتى واحد حتى خليل خرج ورجع خليل خرج ورجع معز هو اللي اي كان معز اقدم واحد فهمت يلزمك تقبل يلزمك تقبل يا باش تخدم على روحك وتجيب روحك وتظهر لي انت معناها مزلت تلعب في الاسبيرونس وكاسينو راك باش تمشي في العفس كما قلت لك وتمشي على روحك تتعدى على البنك وبعد كما شايطولك وبعد كده تمشي لجمعية اخرى وسافوار تنجح ولا فهمت وبراتيك مول الملاعبية اللي خرجوا من الاسبيرونس صعيب باش عاودوا فهمت خلاف زوز ثلاثة ملاعبية في تونس جيو ومعناها صعيب باش يرجعوا لمستواهم فهمت صحيح خاطر تعطيه في الاسبيرونس راه يعطيك كل شيء كونفور وفلوسك جاوك باهي و لي كونديسيون باهين وكل شيء فهمت طالب منك خويا في التيرا تبدا 100% فما اللي تغروا الفلوس فما اللي يمشي في ثنيه اخرى فهمت انت والمونتاليتي ومخ